سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. نعم في معنى وبقنا سبعزون ذي الهكوم ابدأ من قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. فآمنتم أن يخرجوا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. أحكام النون الساكن والتنوين أربع، وهي الإظهار والإدخام والإخفاء والإقلاب. شكرا. مع السلامة. وجعلناها رجوما وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة
الراجفة تتبعها الراجفة. بسم الله الرحمن الرحيم. يبدأ من قوله تعالى: سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مسبغين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا مسبغين أن يغدوا على أرضكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون. الشيطان الرجيم. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. الشيطان الرجيم. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا تسلكوا منها سبلا فجاجا. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. كم حروف الإخفاء؟ الحروف الإخفاء 15. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات الإظهار والإدغام والإخفاء والإقلاب. طيب بعرف الإخفاء لغة واصطلاحا. اللغة صلى على الحبيب مسلمتون. اللغة مسلمتون. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد. أنتم نفهم الإخفاء وآية القرآن لنا إخفاء. ومن شيء أي قرآن أو لغة شارب. بارك الله فيك.
الرجيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ما أضل الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول
فيكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم.